السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. يوم حافل بمقابلات وديه الخاصه بلاعبي المنتخب الوطني وبالاخص محترفي المنتخب الوطني. اذا المقابله الاولى راح نتكلموا عليها هي مقابله اللي تالق فيها رامز الزروقي بهدفين. الهدف الثاني اللي عندنا منه مقطع فيديو تشوفوه بالطريقه والاداء مخالفه ولا اروع. هذا اللاعب رامز الزروقي اللي بدا الان يعني ياخذ في ثقه كبيره، خاصه بعد ما الثقه اللي منحها له الناخب الوطني جمال بالماضي في المقابله الاخيره ضد تونس. بدا اللاعب ياخذ ثقه في نفسه، رغم انه صراحه هذا اللاعب قطعه اساسيه في نادي تفنتي الهولندي. اذا مخالفه ولا اروع ولا اروع ولا اروع لرامز الزروقي. اذا نتمناو التوفيق، كل التوفيق للاعب الشاب القادم بقوه في سماء الكره الاوروبيه وفي المنتخب الوطني رامز الزروقي. نتمناو له كل التوفيق، وان شاء الله هذه الانطلاقه في المقابله الوديه ضد أذن هاغ تكون مجرد يعني انطلاقه لموسم ان شاء الله يكون موسم في القمه في الدوري الهولندي. ما ننساوش انه رامز الزروقي كانت عنده العديد من العروض في الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي، لكنه فضل الاستقرار مع ناديه تفنتي الهولندي. اذا بالتوفيق للدولي الجزائري رامز الزروقي. المايسترو الفنان بالنسبه ليا اللي دائما نقولها ونعاودها سعيد بالرحمه لعب اليوم مقابله وديه ضد نادي سيلتيك الاسكتلندي في ملعب نادي سيلتيك الاسكتلندي. سعيد بالرحمه الشوط الاول كان نوعا ما غايب، ممكن يعني ما اندمجش نوعا ما في الشوط الاول يعني بحكم المنصب اللي جديد اللي قاعد يلعب فيه يعني الان سعيد بالرحمه. الشوط الثاني انفجر سعيد بالرحمه، الشوط الثاني سعيد بالرحمه اللي سجل هدف خرافي ولا هدف يعني على الطريقه الجزائريه مثل رياض محرز التزحلق وفن التزحلق. لاعب السلتيك الاسكتلندي او مدافع السلتيك الاسكتلندي، الصراحه هذا الكلام ما قلتوش انا، قالته موقع جماهير ولا موقع ويست هام سنتر في تويتر اللي قالوا باللي مدافع سلتيك خلاه سعيد بالرحمه يستريح. الهدف الاول ولا اروع، مراوغه للاعب للمدافع والحارس ثم تسجيل الهدف الرائع لسعيد بالرحمه. من بعدها سعيد بالرحمه يقدم اسيست ولا 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 اروع للاعب باون اللي سجل هدف ايضا خرافي بعد اسيست من سعيد بالرحمه. سعيد بالرحمه في العشر دقائق الاخيره، خروج سعيد بالرحمه في الدقيقه حوالي دقيقه 80 بسبب يعني من اجل يعني اراحته للمقابلات الوديه القادمه. الشيء الملاحظ انه سعيد بالرحمه بدا يورينا شيء من سعيد بالرحمه للنادي تاعو السابق برينتفورد، يعني بدا يعطينا فنيات سعيد بالرحمه اللي نعرفوها في نادي برينتفورد. اذا ان شاء الله يكون هذا الموسم موسم التاكيد لسعيد بالرحمه باش يسكت المدرب اللي كان يعني صراحه انا خيارات تاعو مانيش مفهومه الموسم اللي فات. يخرج بالرحمه في العديد من المقابلات يلعبوا 50 دقيقه 60 دقيقه ويخرجوا ويدخل لاعبين اللي ما قدموش الاضافه لوسها. ان شاء الله يكون هذا موسم التاكيد وموسم سعيد بالرحمه في نادي وسها، ويبين باللي اللاعب عنده امكانيات خاصه فنيه في المستوى العالي في الدوري الانجليزي ممتاز. اذا بالتوفيق للدولي الجزائري سعيد بالرحمه. اللاعب الثالث اللي يعني صرات لي القيل والقال وكثروا الكلام عليه هو رشيد غزال. يروح لغالاتا سراي ولا يروح لبيجيكتاش ولا يروح للنصر السعودي كما قلنا سابقا ولا الديحيل القطري، يعني كثر الكلام. رشيد غزال بعد ما بدا يتدرب مع نادي ليستر سيتي، لانه هو تابع لنادي ليستر سيتي والمالك للاعب هو مملوك لنادي ليستر سيتي.
رجع يدرب في نادي ليستر سيتي. شيء الملاحظة انه اللاعب هذا سي رشيد غزال ما دربش يعني مدة طويلة، درب يا حصتين او ثلاثة وجد نفسه اساسي يبدا من بداية الشوط الاول. انا صراحة استغربت، يعني قلت انا ممكن رشيد غزال يلعب ربع ساعة الاخيرة 20 دقيقة الاخيرة يعني كاقصى تقدير، لكن يبدا من منذ بداية المقابلة الودية اليوم، يعني هذه فيها علامات استفهام. انا اعرف مدرب نتاعو يعني صراحة ما يفضلش اللعب هذا، والعديد من المرات بين يعني حب كأنه يعني يعطيه ميساج باللي حب نديرك في مقابلة اليوم نوضعك ونشوفك طرا. انت من بكري ماكش حاب، وخليه يروح خليه يروح. اذا الصحافة التركية، صحيفة فانتيك التركية اكدت انه يعني اتفاق شبه رسمي بين وكيل اللاعب وإدارة بيجيكتاش، حيث أن بيجيكتاش قدمت عقد جديد بأربع سنوات وثلاث ملايين أورو سنويا. والشيء الجديد يعني في القضية أنه وكيل اللاعب وكيل رشيد غزال انتقل إلى تركيا وكان في مفاوضات مع إدارة بيجيكتاش ووصلوا اتفاق شبه رسمي وتفاهموا على العديد من النقاط. تبقى الآن المفاوضات راح تنتقل من وكيل اللاعب إلى إدارة ليستر سيتي، راح تنتقل المفاوضات إدارة بيجيكتاش مع إدارة نادي ليستر سيتي. أنا الشيء اللي شفته اليوم لما لعب يعني غير زوز، دار زوز حصص وثلاثة تدريبية، لعب منذ بداية المقابلة، هذا وش يبين باللي يحب نضعك نشوفك ونضعك تحت الضغط ونخليك في المواقف الصعبة باش نحكم عليك. هذا أنا بالنسبة لي هذا ظلم للاعب. اللاعب كان في عطلة، لا فهمتش أنا. أتمنى صراحة، قلتها ونعاودها مازلت في كلامي، رشيد غزال مكانه بيجيكتاش، لأن المدرب ليستر سيتي هذا فيه نوعا من ما فهمتش أنا كراهية، ما فهمتش أنا يكره ما ضد اللاعب، ما فهمتش أنا منذ بداية هو ما هوش معتمد عليه. ان شاء الله هنشوفه رشيد غزال. انا صراحه بيجيكتاش علاش؟ لان غلطة سراي بعد الخساره تاع بي اس فيندوفن تقريبا نسبه 95% خرجت من اللي صارت معجزه من دوري ابطال اوروبا. اذا الملاذ الاخير لرشيد غزال من اجل الشامبيونز ليغ دوري ابطال اوروبا هو بيجيكتاش، بيجيكتاش اللي تالق فيه، بيجيكتاش اللي يعرف اللاعبين ومتاقلم مع هذا الفريق واللاعب الكامل والإدارة ونادي بيجيكتاش معولين على رشيد غزال. إذا نتمناو إن شاء الله التوفيق لكل اللاعبين الدوليين الجزائريين، نتمناو أن نشوفوا رشيد غزال يمضي في نادي بيجيكتاش ويعود للنادي نتاعو ويعود يتألق ويزيد يتألق إن شاء الله في دوري أبطال أوروبا. إذا في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.